مطلع مارس الجاري تخرجت شركة تي في ام كابيتال هيلثكير وهي شركة للاستثمار الخاص متخصصة بقطاع الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة. تخرجت من استثمارها في مركز كامبريدج ميديكال اند ريهابيليتيشن سنتر مقابل 232 مليون دولار. عملية البيع التي تمت لصالح مجموعة أمانات الإماراتية حققت لتي في ام كابيتال هيلثكير عائدا يساوي أكثر من 4.5 ما تم استثماره في مركز كامبريدج عام 2012. وينضم إلي الآن هنا في الاستوديو الدكتور هلمت شوسلر وهو رئيس مجلس إدارة تي في ام كابيتال هيلثكير. أسأله عن عملية التخارج هذه وعن القطاع. أهلا وسهلا فيك دكتور هلمت. خليني أبدأ أني أسألك على كامبريدج. شو كان نوعية عمل كامبريدج ومتى استحوذتم عليها أو بدأتم نشاطها؟ في الحقيقة نحن لم نستحوذ عليها عندما بدأنا بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. اكتشفنا بأن هذا السوق مليء بالفرص في مجال إعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية، ولكن غابت الشركات. قبل 10 سنوات عندما أتينا إلى هذا السوق الوضع كان مختلفا والصناعة كان فيها الكثير من الفرص، فقررنا انتهاز الفرص. في 2010 قررنا أن نقوم بناء شركة تسمح لنا بورن هول انترناشونال التي تسمح لنا بتقديم الخدمات، وهذا ما فعلنا. وبعدها قمنا بإنشاء مركز كامبريدج للرعاية الطبية لإعادة التأهيل بأنفسنا، فنحن رواد أعمال. قمنا بإدارة هذا المركز ومولناه، فبالتالي نحن لا نستثمر فقط بل نحن مشغلون أيضا لذلك المركز. لقد عملنا على إنشاء عدة شركات من الصفر، فبالتالي نستحوذ على الشركات من جانب، ومن جانب آخر نعمل على إنشاء الشركات من الصفر. أنتم تعملون في قطاع الصحي في الدول النامية أو في منطقة الخليج فقط، وما هي توجهاتكم الآن؟ أو بالأحرى خليني أبدأ بأسألك، ما هي الفرص المتاحة في القطاع الصحي في المنطقة هنا؟ نحن نعمل في منطقتين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فنحن تاريخيا في السنوات العشر الماضية قد ركزنا على منطقة الشرق الأوسط، لدينا شركات هنا في وفي الكويت والمملكة العربية السعودية وفي مصر. ولكن قبل سنتين توسعنا إلى سنغافورة، ونحن نعمل أيضا على الاستثمار أكثر في جنوب شرق آسيا، فنركز على هاتين المنطقتين ونحاول أن نغطي الطلب المتزايد في خدمات الرعاية الصحية من الطبقة المتوسطة المتنامية. نحن نؤمن أن في السنوات العشر القادمة قطاع الرعاية الصحية سيكون أفضل قطاعا للاستثمار، لأن هذا القطاع يلبي كل ما يحتاج إليه المستثمرون. أولا إنه يوفر للمستثمرين الفرصة لتحقيق عائد جيد على الاستثمار، وتضيف القيمة في الاقتصاد وقيمة للمجتمع في نفس الوقت. أعتقد بأن شركات خدمات الرعاية الصحية الجيدة بإمكانهم أن يحسنوا من مستوى الإنتاجية، يحافظ على صحة المواطنين، يقلل من أيضا الأثر السلبي في المجتمعات التي نعمل فيها. فبالتالي نحن مقتنعون أنه بإمكاننا نفعل كل هذا من خلال العمل على بناء بنية تحتية قوية لخدمات الرعاية الصحية. يعني استطعتم أن تضاعفوا أو الربح على هذا الاستثمار 4.6 مرات، ليست نسبة ضئيلة بالطبع إن كان في الاستثمارات الخاصة أو كان في القطاع الصحي، وفي هذه الأيام بالأخص. ما الذي ميز هذا الاستثمار واستطعتم من خلاله الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية؟ عدة عوامل أدت دورا مهما فيما ذكرته. لقد تمكنا أولا من أن نقوم بتصميم هذه الشركة بطريقة حيث أن الخدمات كانت فعلا مكملة للمستشفيات في القطاعين العام والخاص. في السنوات العشر الأخيرة ارتفع الطلب على المستشفيات في المنطقة وفي كل دول هذه المنطقة،
وعلى شكل خاص في وحدات العناية المركزة، وبالتالي عدد الأسرة كان ضئيلا في هذه الوحدات، وقد تفاقم هذا في أوقات جائحة كوفيد حيث امتلأت أسرة وحدة العناية الفائقة والمستشفيات كانت تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هؤلاء المرضى. كان عليهم أن يخرجوا المرضى حتى من المستشفى لكي يأتوا بالإصابات الجديدة والمرضى الجدد ليهتموا بهم في وحدات العناية المركزة، وبالطبع هذا كان مشكلة كما ذكرت في السنوات العشر الأخيرة. ولذلك ما قمنا به هو أننا حرصنا على أن نؤمن للمرضى هذه الوحدات للعناية المركزة في مراكز أخرى وحتى في مراكز المتقدمة والمتخصصة للجراحات وحتى للأنواع الأخرى من الخدمات، حيث كان بإمكان المستشفيات أن تكون مستعدة لأخذ الإصابات الحادة. فبالتالي نحن نهتم بالمرضى عندما تكون إصاباتهم أقل حدة، بإمكانهم أن يبقوا في المركز لمدة أسبوعين مثلا لإعادة التأهيل، ويمكن أن يبقوا لستة أشهر واثنى عشر شهرا في مركز إعادة التأهيل. وهذه القدرة بالطبع كانت تكملة ممتازة للمستشفيات في القطاعين العام والخاص في هذه المنطقة. لذلك هذا قد ساعدنا على زيادة العمل. نحن لم ندخل كمنافس قوي، لقد دخلنا في البداية كشركة تقدم خدمات تكميلية، وهذا آلى إلى هذا التطور الذي نتحدث عنه. إضافة إلى ذلك نحن بالطبع شاهدنا اعترافا كبيرا من قبل الحكومات التي بدورها وضعت لوائح التنظيمية المناسبة لهذا النوع من الشركات وهذا المراكز. فمع مرور الوقت تمكننا من أن نبني هذه البنية التحتية اللازمة، ونحن نرى اليوم بأننا حققنا هذا من خلال العوائد التي سجلناها. لا شك بأن العام الأخير أيضا الذي مر به العالم طبعا أكد ضرورة هذه النوعية من الرعاية والرعاية الصحية المكملة لما تقوم به المستشفيات وما إلى ذلك. لكن لماذا تخرجتم الآن؟ حملتم الاستثمار لأكثر من 8 سنوات، نوعا ما أكثر من المعدل الذي تحمل فيه الاستثمارات الخاصة، لماذا قررتم التخرج الآن؟ نحن نعتبر شركة استثمارات خاصة، ونحن نقوم بالاستثمارات لثلاثة وأربع وخمس سنوات في الشركة. وفي الحقيقة عندما يتم إنشاء أي شركة ونريد أن نجعل من هذه الشركة شركة عظيمة، الشركات العظيمة لا يتم بنائها في غضون 3 سنوات ولا في 5 سنوات، هي بحاجة إلى 7 أو 10 سنوات على الأقل لكي تصبح شركة قوية لديها فريق عمل قوي وتقدم خدمات قوية ولديها سمعة جيدة. لا يحصل هذا بين ليلة وضحاها، فبالتالي نحن دائما نتوقع أن نقوم بالاحتفاظ بالشركات ل7 أو 8 سنوات، وهذا ما فعلناه. نحن شركة صناديق أسهم خاصة، لدينا هذه الصناديق التي بحاجة إلى تصفيتها لأن المستثمرون يريدون أموالهم، وبالتالي كان من المناسب أن نبيع في هذه الفترة. لم نرغب بفعل ذلك ولكن كان علينا فعل ذلك. طب خليني أسألك سؤال يمكن صعب شوي. أنتم تعملون في مساحة الاستثمارات الخاصة، ويعني يمكن صار في سمعة غير إيجابية بسبب بعض العاملين في هذا القطاع في هذه المساحة على مدار السنوات الأخيرة في المنطقة هنا. قديش في صعوبة لعملية الفند ريزنج أو عملية الحصول على أموال المستثمرين عالميين طبعا لاستثمارات خاصة إن كان في دبي أو في المنطقة؟ نعم أنت محقة فيما تقولينه، فهذه السمعة لم تكن جيدة ولم يكن من العمل ممتع أن نكون من العاملين في صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية. كل ما بإمكاننا القيام به هو أن نحاول أن نختلف عن الآخرين ونتميز عنهم. عندما أتينا إلى هذه المنطقة وفي أول مرة حرصنا على أن نلتزم بكل ما هو مقدم وبالحوكمة. أنا أعمل في أوروبا وعملت في أوروبا في هذا المجال
لمدة 24 سنة قبل أن أتي للعمل هنا في دبي، فنحن نحاول أن نلتزم بكل القوانين والإجراءات واللوائح التنظيمية والحوكمة ونقدم أفضل ما لدينا. أن حوكمة الشركات المعتمد في شركاتنا قوي جدا، لدينا أعضاء مجلس الإدارة ولدينا محاضر لكل الاجتماعات. إذن نحن لدينا نظام شامل لحوكمة الشركة، ليس فقط على مستوى مجلس الإدارة بل حتى على مستوى الإدارة بكاملها. نركز على الامتثال ونركز أيضا على جعل شركاتنا معتمدة دوليا من خلال العمل مع الكارف واللجنة الدولية المشتركة. نركز كثيرا على الامتثال والجودة. آخر سؤال بشكل سريع بس، ما هو المستقبل ما بعد كامبريدج الآن؟ نحن نسعى إلى انتهاز أي فرص استثمارية جديدة. في الاثنى عشر شهر الماضية كنا نركز كثيرا على مركز كامبريدج والمحفظة المتوفرة. ما زال لدينا محفظتين في أو عفوا شركتين في محفظتنا الاستثمارية نركز عليهما، وأيضا نحن نعمل على صندوق جديد استثماري لمنطقة الشرق الأوسط وأيضا لجنوب شرق آسيا. نأمل أن نتمكن من الحصول على هذه الأموال لكي نقوم باستثمارات جيدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. دكتور هيلموت شوسلر، شكرا جزيلا لك.